مريم ماجد بن ثنية، مدير إدارة الاتصال في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال هي أول مؤسسة غير ربحية أنشأها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإيجاد الإيواء العاجل والآمن لضحايا العنف من النساء والأطفال وضحايا الجار والبشر. معرض ديهات طبعا من المعارض المهمة والرئيسية في دولة الإمارات، واللي هو يعتبر من أهم المعارض الإنسانية على مستوى الشرق الأوسط، ويكون احنا مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مؤسسة إنسانية بحتة. تواجدنا هنا يشكل لنا نوع من الفرصة للتعارف مع المنظمات الدولية الإنسانية لتبادل الخبرات، تبادل المعارف، وتكوين شبكة عالمية مع المؤسسات والمنظمات اللي موجودة هنا. احنا هاي السنة الثانية اللي نشارك فيها في معرض ديهات، ولله الحمد. يعني طبعا السنة اللي فاتت كانت تجربة جديدة علينا، ولأن وجدنا فيها ان النتائج اللي طلعناها من مشاركتنا العام الماضي كانت وايد مثمرة، فأصرينا ان احنا نشارك بعد السنة، وهالمرة طلعنا طبعا بشكل آخر في المعرض، والحمد لله. يعني اغلب المنظمات اللي موجودة هنا كانت معانا، احنا معاهم في شراكه، وهاي نتيجه تعارفنا معاهم من السنه اللي طافت في نفس المعرض. مؤسسه دبي لرعايه النساء والاطفال طبعا كونها مؤسسه محليه على مستوى دوله الامارات، فاحنا نسعى دائما ان احنا نكون لنا تواجد على المستوى العالمي، وتواجدنا اليوم في ديهات هو مثل الفرصه ان احنا نطلع على المستوى العالمي عشان نبرز صوره الامارات في المجال الانساني بصوره افضل.